السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في أمان الله وحفظه. سانك سانك. اليوم غادي نحضر معكم واحد الحلوة برازيلية مشهورة، كنت كليتها أنا في البرازيل وعجبتني، وبقيت نقلب على المكونات ديالها كيفاش كيديروا يحضروها. اليوم بغيت نحضر الفيديو، بغيت نشاركو معكم. غادي نحتاج كاوكاو. المكونات اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج كاوكاو كنديرو في الفرن كيتحمر، ومن بعد غادي نطحنو في الماكينة تيولي على هذا الشكل هذا. ثاني حاجة كاوكاو النيت غادي نديرو في الماكينة نطحنو، وندير معاه السكر سنيدة، غير هو غادي نطحنو مزيان تيولي مفيني، ولي على شكل غبرة بحال هكا. عندنا الزبدة، جوج معلقات ديال الزبدة كيف ما كان النوع ديالها، جوج معلقات الزبدة كيف ما كانت. وغادي نحتاجو اللبن المكثف، هذا لبن مكثف. دابا غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير، نشارك معاكم الطريقة اللي غادي نحضر بها. نتمنى يعجبكم الفيديو، تحياتي. الطريقة ديال التحضير ديال هاد الحلوة ديالنا، غادي نحتاج مقلة الكسرونة، غادي نشد اللبن المكثف ديالنا غادي نخويه فيها. ثاني حاجة غادي نضيف كاوكاو ولا الفول السوداني، كاوكاو اللي طحنتو للمرة الثانية اللي درت معاه سنيدة اللي مطحون مزيان تكي يولي على شكل بودرة غبرة. وجوج معلقة ديال الزبدة، ملعقتين ديال الزبدة كيف ما كان النوع ديالها. دابا غادي نخلط المكونات، غادي نجمعهم. ابراك مزيان. نخلط تيتجانسوا المكونات، من بعد غادي نديها الفورنو. سي المكونات يوليو دايرين، يوليو سائل، ما تبقاش لاصقه في المقله في الكاسرونه ديالنا، بقى تحرك مزيان صافي. من بعد كتبقى تصور حتى كتولي داير، كترجع لهذا الشكل هكا، كتمشي وتجيب وحده. طريقه سهله جدا صافي. من بعد ما ولا على هذا الشكل، غادي نحطو يبرد شي شويه دابا في الطبسيل، وفي الاخير كنحصلوا على الحلوه ديالنا على هذا الشكل، حلوه واعره. دابا غادي نخليها تتبرد وغادي نكمل معكم الطريقه. دابا غادي نكملوا على الطريقه ديالنا، من بعد ما جمدنا المكون دابا غادي نحاولوا نكوروه باش يوليو لنا على هذا الشكل هذا صافي. حتى الحاجه اللي غادي ندير هي كنشد الزبده، شويه ديال الزبده كندهن بها يدي صافي. كناخذ القياس ديال هاد المعلقه هادي صافي، كل واحد يمكن له ياخذ القياس اللي يبغى. هادي الطريقه سهله جدا صافي. كنبدا دابا نكون كويوره، يعني هذا هو القياس ديال
كنديرها في هذا الديكور هذا ديال هذا، تجي على هذا الشكل هذا. كنمشيو على هاد الطريقه حتى كنساليو المكون. حلوه زوينه لذيذه. كنديروها في كاوكاو، نمشيو على هاد الطريقه كويوره حتى كنساليو. هذا هكا كيولي. يا سلام كتجي حلوه لذيذه جدا. الكويورة ديالنا ناضية. وفي الاخير الفيديو ملي كنسالي كتكون الحلوه ديالنا على هذا الشكل هذا. يا سلام يا سلام. كنتمنى تكون استفدت ولا استفدت من هذا الفيديو.